بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة هنكمل مع بعض شرح برنامج ماي 2020. النهاردة هنتكلم عن الإضاءة في البرنامج. عندي الإضاءة في البرنامج بنجيبها عن طريق كرييت وفي لايتس، وفي عندي هنا أنواع الإضاءات. عندي هنا 6 إضاءات ممكن إن أنا أستخدمهم في البرنامج. قبل كده أنا شرحت الكاميرا وازاي ان انا استخدمها وازاي ان انا احرك كاميرا على بعض. النهارده هنشرح اللايتس. لو عايزين تطلعوا على الدروس السابقه بتدوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو، بيدخلكم على القناه وبتشوفوا جميع الدروس وجميع البرامج اللي انا شرحتها قبل كده. هنبتدي مع بعض، هنقول كرييت وبعدين لايتس وبعدين امبيانت لايت او الاضاءه المحيطه. الاضاءه دي بتضيء كل الاشكال اللي موجوده عندنا او بتحيط بكل الاشكال اللي موجوده عندنا. هنيجي هنا عشان نحددها، بقول له ambient light اهي متحدده، وهاجي اعمل لها موف عشان تظهر لي هنا، وبسحبها بالشكل ده كده زي ما انا عايزه في اي مكان انا عايزاه. بسحب الاضاءه بحيث انها تظهر لي اهي، بدي اضاءه محيطه بالشكل اللي عندنا. طيب ليها اعدادات، عندي هنا هدوس على اتريبيوت اديتور، هتطلع لي الاعدادات بتاعه الاضاءه زي ما احنا شايفين. عندي هنا اول حاجه الكالر، انا ممكن اغير لون الكالر بتاع الاضاءه. طيب عشان نشوف الاضاءه الاول، هنقفل ده عشان نشوف الاضاءه، بنفتح اللايت اللي موجوده هنا، شايفين الايقونه دي، ادوس عليها كده، ادي الاضاءه اللي انا عملتها. لو احنا جينا شفناها ريندر، ادي شكل الاضاءه عندنا. طيب انا ممكن اقلل شده الاضاءه دي اهي، انتنسيتي، بقلل شده الاضاءه. نيجي نشوفها تاني، ادي الاضاءه قلت عن الاول. طيب ممكن ان انا اغير لون الاضاءه، اعمله اي لون من الالوان اللي موجوده عندي هنا. فمثلا هعمل اللون ده، لو جينا كده شفناها ادي اللون السيان، لما اتحط الاضاءه بقى الشكل متغير كده. فانا ممكن اغير اللون، ممكن ان انا اغير الشده بتاعه الاضاءه. هاجي بعد كده على كرييت لايتس ودايركشنال لايت اللي هي الاضاءه الموجهه، انا بوجه الاضاءه على مكان معين. طيب لو دوسنا عليها كده شايفين، لو انا جيت هنا معمول لي سيلكت عليها وعملت موف اهي، وجينا نشوف الاضاءه دي ادي شكلها اهو. ادي شكل الإضاءة، ممكن أوجهها في أي مكان أنا عايزاه، بعمل روتيت وبحركها زي ما أنا عايزة أهي، شايفين ابتدت الإيه الشادو بتظهر لي هنا. ادي الإضاءة اللي هي دايركشن لايت، ممكن إن أنا أهو أوجه الإضاءة زي ما أنا عايزة في أي مكان أنا عايزاه، بعمل روتيت ليها، يبقى ده دايركشن لاين. ممكن انا اكبرها اهي كويس، وده ما بيأثرش قوي، اهم حاجه ان انا اعرف اوجه على المكان اللي انا عايزاه. لو جينا لفيناها كده اهو بالشكل ده كده، وادي الاضاءه عندنا زي ما عملنا في الامبيانت لايت، هنعمل في الدايركشنال لايت. عندي الكالر ممكن ان انا اغيرها باي لون، فمثلا لو انا غيرتها للون الاصفر بالشكل ده كده، وممكن ان انا شده الاضاءه برضو بزودها او بنقصها زي ما انا عايزه، يا يعني مثلا زودتها كده وباجي اقول له ريندر، ما ظهر ليش الشادو اللي موجود، ظهر لي ان في اضاءه بس ما ظهر ليش الشادو. طيب هعمل ايه؟ هروح عند سيتنج ريندر سيتنجز، بفتحها كده وبختار من هنا ريندر يوزنج، وهختار ارنولد
ريندر، ودي انا هتكلم عليها في الدرس الجاي ان شاء الله، ازاي ان انا بظهرها في الريندر لو مش ظاهره عندي، هتكلم عنها وعن الاعدادات بتاعتها. خلاص يبقى انا كده اخترت ارنولد ريندر، وهقول له كلوز، وهاجي اعمل ريندر تاني. ادي ظهرت الاضاءه وظهر الاتجاه اللي انا عاملاه، الاضاءه موجوده على انهي اتجاه، وظهر الشادو للشطرنج الاسود اللي موجود عندي هنا. هنيجي نقفل ده كده، وهاجي اتكلم على تالت اضاءه عندنا اللي هي كرييت لايتس بوينت لايت. البوينت لايت او اضاءه المصباح اللي هي اضاءه اللمبه، ودي بتبقى موجهه في اتجاه واحد. احنا لو دوسنا عليها كده اهو، وجيت عملت موف، طبعا ظهرت لي الاحداثيات بتاعتها هنا زي بقيه الاضاءه، فيها الكالر وفيها انتنسيتي اللي هي شده الاضاءه. هاجي هنا ادوس على اللايت هنا كده واعمل اهو موف، زي ما احنا شايفين اهو، ادي الاضاءة بتاعتي بالشكل ده كده، بعملة زي اضاءة اللمبة. كويس، ممكن ان انا ازود شدة الاضاءة بتاعتها، ممكن ان انا انقص فيها، ممكن ان انا اخلي اللون بتاعها زي برضو الباقيين كده، ممكن مثلا اخليه باللون الاحمر الاضاءة زي ما احنا شايفين كده. يبقى دي اضاءة البوينت لايت. هاجي بعد كده على السبوت لايت، اقول له كرييت لايتس سبوت لايت. كويس، وهاجي ارفعها لفوق اهو، ادي شكلها زي ما احنا شايفين كده. لو انا كبرتها لكم عملت لكم ستكيل بيها، في كون اهو موجود، ده بوجهه للاضاءه اللي انا عايزاها. طب ازاي؟ هاجي اعمل له روتيت واحرك الكون بتاعي على اي مكان انا عايزاه. هنيجي نفتح طبعا الاضاءه هنا، شايفين اهي، بس عايزه اعمل اضاءه كده على الجزء ده بس كده بعمله. هاجي اعمل موف، ممكن انا اعمل موف اهو، شايفين اهي، بتحكم في القطر بتاع الكون ده ازاي. باجي عندي هنا فتح لي الاعدادات بتاعت الاضاءه، عندي الكون اهو كون انجل، ممكن ان انا ازودها اهي، شايفين الزاويه بتاعته اهي بالشكل ده كده. عندي ممكن ازود شده الاضاءه، فمثلا هزودها مثلا 500 عشان تظهر لي في الريندر. لو انا وريتها لكم في الريندر اهي، ادي شكل الاضاءة. طيب الاضاءة عندي هنا غامقة برضو، انا طبعا عاملة مختارة الارنولد لايت. طيب الاضاءة هنا غامقة، هعمل ايه عشان افتحها؟ بنزل هنا كده، عندي ارنولد هنا، وبزود فيه الاكسبوجر اهو. لو انا زودت فيه كده وعملت تاني ريندر، ادي الاضاءة ظهرت اللي هي السبوت لايت في الجزء اللي انا محددة عليه. هنرجع تاني ونشوف الاضاءة اللي بعد كده. هنيجي الاضاءة اللي بعد كده كرييت لايت اريا لايت، وهاجي اقول له موف عشان تبان لنا اهي، ادي اللايت اللي عندنا. طيب احنا عايزين نشوفها عن قرب، هي عبارة عن مربع زي ما احنا شايفين، وطالع منه خط اللي هو خط الإضاءة بتاعنا. طيب أنا هعمل لها سكيل عشان نشوفها أكتر أهو، آدي
الشكل بتاع الاضاءه، وفي هنا خط طالع من النص. لو جيت عملت لها روتيت عشان اوجه الاضاءه مثلا هنا اهو، وهاجي اعمل لها سكيل بالشكل ده، اكبر الاضاءه بتاعتنا اهي، موف، ادي الاضاءه عندنا. لو جينا عملنا اللايت هنا كده ظهر لي ان مفيش اضاءه. طيب هنروح عند شده الاضاءه هنا وهنزودها مثلا نخليها 100، ابتدت تظهر عندي. طيب 300، ادي الاضاءه اهي، 500 بالشكل ده، ادي الاضاءه ظهرت عندي. طب لو انا جيت عملتها في الريندر ما ظهرتش الاضاءه ولا الشكل، انا عامله ارنولد ريندر. طيب هنرجع تاني وهنزود فيه الاكسبوجر برضو هنا، زود في الاكسبوجر كده وهعمل ريندر. ادي ظهرت معايا وظهر معايا انعكاس كمان للشكل. طبعا زي ما انا قلت لكم هنتكلم على الارنولد ريندر في الدرس الجاي ان شاء الله، وده تمهيد للدرس اللي جاي. خلاص كده يبقى احنا عرفنا اهي الاضاءه عندنا اللي هي اريا لايت. هنيجي بعد كده نتكلم على اخر حاجه اللي هي اللايتس فوليوم لايت. هندوس عليها بالشكل ده كده وهاجي اقول له موف اهي، وده الشكل بتاعها. الشكل بتاعها ده اللي هو شكل السفير. عندي ممكن انا اغير شكلها، ادي الاعدادات بتاعتها هنا، عندي هنا لايت شيب، اي لايت شيب ممكن ان انا اخليها بوكس اهو بالشكل ده لو انا كبرتها اهي، او اخليها سلندر، او اخليها كون، اي شكل من الاشكال دي. طيب احركها برضو اهي، وهنيجي نفتح اللايت هنا ونشوف مع بعض. شايفين الاضاءه اهي، اما اجي احركها اهي شايفين يتغير مكان الاضاءه عندي بالشكل ده كده. لو احنا عملناها بوكس نفس الكلام، ادي شكل الاضاءه. طبعا ممكن انا اغير اللون بتاعها اي لون تاني اهو مثلا الاصفر، ممكن ازود في شده الاضاءه بالشكل ده كده. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن الاضاءه، انواع الاضاءات عندي 6 انواع اتكلمنا عنهم، وده تمهيد للدرس الجاي اللي هو الارنولد لايت، وهنشوف ازاي ان احنا نستعمله. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، علشان ده بيدعمني في القناه وبيخليني ان انا استمر معاكم. تزوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.